السلام عليكم إخواني أخواتي، إن شاء الله أنتم لاباس وأحوالكم بخير. لا لا عودة على حمدي شجيع بخرجة جديدة لخرجها. على كل حال، المريض الله يشافيه، وإذا كان مريض ربي يشافيه ويعافيه ويشافي كل مرضى المسلمين. لكن غريب، يعني واحد مريض ينشر منشور بأنه مريض، وإذا مرض فهو شفي الحمد لله. يعني شوف إخواني أخواتي، حمدي شجيع يعني رغم أنه مريض استعمل تقنية تصورني أنا مريض. هذه التقنية استعملوها كثير من يوتيوبرز وانستغرامرز، يعني اللي يستعملوا تلك المنشورات، يعني منشورات المرض لرفع المشاهدات. أصلا نشوفوا شحال جاب المشاهدة، بابا بابا 27,027 مشاهدة، 9011 تعليق يا صاحبي. شوفوا إخواني بارتاج شحال، 40 بارتاج. شوفوا إخواني أخواتي، شيء غريب إخواني أخواتي. هذو اليوتيوبرز وهذو الانستغرامر يعني في مرضهم حتى ينشروا مشاهدات، ينشروا منشورات بأنه مريض، يعني باش يرفع المشاهدات. ما تقوليش مش غرضه، مش هدفه ذلك، بل هدفه ذلك رفع المشاهدات، يعني رغم أنه المريض يستغل المرض لرفع المشاهدات. إخواني أخواتي، شوف هنا تعرف بأن هذا إنسان هدفه وغرضه هو رفع المشاهدات فقط، لا ما غرضه حتى حاجة. إخواني إخواني، يعني هو مريض وقال صاحبه شكون اللي صوره، صح صاحبه قال له صورني راني مريض، فهمت كيف؟ صورني راني مريض باش نرسل صورة للمشاهدين باش ترفع المشاهدات، نضرب ضربتي صحيحة. راك تشوف إخواني إخواني، كاين شوفوا إخواني إخواني، شوفوا المعلقين معلقين. دعواتي لك من قلبي وقلوب كل الشعب الجزائري، لك أخي شفيك غريبا. أكشف أم شنطات حلابات يعني جارية حمدي شجيع والجحوشة، كان بعض الجحوشة الجزائريين ما عارفها ولو، يعني ما عارف قاعد وش صار قاعد. فهمت إخواني إخواتي، كما كان هناك جحوشة مغاربة، جحوشة تونسة، كان جحوشة جزائريين، طهور طهور طهور. المهم ربي يشافي كل مريض، ربي يشافي ويشافي كل مريض. لكن ليس لا يعني ليس هكذا يا حمدي شجيع، يعني تستغل المرض لرفع المشاهدات، يعني هذا أسلوب قادر يعني لرفع المشاهدات. إخواني أخواتي، أدير قبلها منشور حمى مفاجأة، والحمد لله دعواتكم ضرب فيها 8,028 يعني مشاهدة وتعليق 1,477، يعني حتى المرض تتاجر به يا حمدي شجيع لهذه الدرجة. كاين مشاهدين مشاهدات على بالي ذوك يقول لك لا لا راك تكذب عليه ومش غرضه مشاهدة، حاب يعطي أخبار طيبة للمشاهدين ومتابعين تاعو غير ذلك. حسنا، يعني أنتم تقولوا أن مش غرضهم رفع المشاهدات ولا الضحك على عواطف الأغبياء والبغال والحجوحوشة، على كل حال الجحوشة تاعنا. يعني إخواني أخواتي، دوكا واحد مريض، أتخيل روحك أنا راني مريض ولا أي واحد يكون مريض، يعني بالمرض هذه يشغلوني، يعني قوقع الحمى، يعني بالمرض هذه حمى ما تخليكش كاع تلتها بالتصوير ولا أي حاجة، يعني تلتها غير بروحك وبالضرر تاعك. يعني هذا اللي صورك، علاه صورك بهذه الوضعية؟ شوفوا إخواني إخوان، السيناريو ما محبوك، يعني مريض صح، يعني استنى حتى ما تصور هو قاعد، ما تصور هو يمشي ومصروع، ولا صوروه هو مستلقي على السرير وداير له سيرو ودير الكمامة زعما راهو خلاص خالص. المهم إذا كان مريض الله يشافيه، الله يشافيه ويعافيه ويشافي كل المرضى المسلمين، لكن طريقة قادرة لرفع المشاهدات يا حمدي شجيع يا حمدي جشيع. نعم، طريقة قادرة لرفع المشاهدات، استغلال حتى المرض لم يسلم منكم، حتى المرض لم يسلم منكم في رفع المشاهدات. وهنا تعرف طبيعة الأشخاص هؤلاء، طبيعة أشخاص هؤلاء اللي يستغلوا المرض لرفع المشاهدات. إخواني أخواتي، وكان هناك شخص استعمل نفس التقنية في الضحك على الجزائريين، أهل الجزائريين لما عرف أنه هذاك تاع الججل، هذاك المشعوذ السراج هذاك اللي كان يدعي أنه يرقي، ولما يعني لما جاءوا يبحثوا عليه الأمن الجزائري بخصوص قضايا نصب واحتيال وغير ذلك واستغلال، السيد هرب من مصر وسل صورة أنه مريض،
دوك نعطيكم صورة إخواني أخواتي، ثم علقوا تابعوا تابعوا إخواني. هذا هو وليد سيد سليمان رجب، معروف باسم الراقي أبو حمزة المصري في جيجل. هذا كان ينصب الجزائريين وكان يستغل النساء يعني، ولما حوسوا عليه هرب من مصر. بعد كي قال لهم بلي راني مريض، وصلهم رسالة بأنه مريض. شوف إخوان إخواتي التفيس، شوف إخوان التفيس صورني، تقنية صورني أنا مريض، صورة تاع التفيس هذه راك تشوفوا إخواني أختي. هذه طريقة يستعملوها المحتالين المستغلين اللي يسحبوا يرفعوا مشاهدات، أو يضحكوا على المتابعين والمشاهدين، أو اللي يحب يربح العواطف المشاهدين وغير ذلك. يعني شيء مؤسف إخواني أخواتي. تمثيل تمثيل نفس الأسلوب إخواني أخواتي، نفس الأسلوب صورني أنا مريض، تقنية جيدة. لهذا يا إخواني أخواتي أنا أقول أن هذه التقنية تستعمل من طرف اللي يحبوا يرفع المشاهدات، اللي يحبوا يضحكوا على المشاهدين المتابعين. أحسنت، راك ضربت 27,027 مشاهدة يا حمدي الشجيع، و9011 تعليق، و40 بارتاج. أحسنت، ضربت ضربة صحيحة. يا جزاؤنا على الأغبياء والحمقى اللي رانا نعيش في وسطهم. نجي يحشيلهم، نجي يحشيلهم. الآن ما زالوا ما فهموش. شي مؤسف إخواني أخواتي، شي مؤسف، شي مؤسف يعني صراحة. المهم إخواني أخواتي، هذه التقنية شوف اللي يستعملها، ديرها قاعدة في راسك. هذه التقنية اللي يستعملها غير الإنسان المستغل، يعني مستحيل واحد يكون مريض يصور روحه بأنه مريض، مستحيل مستحيل. واحد يعني يكون صادق في من قلبه يبين روحه مريض ولا يصور روحه مريض، ما يستغلش يعني هذيك الوضعية. يرسلهم يعني منشور يقول لهم يا ودي الحمد لله شفيت الحمد لله وفضيه وخلاص، لكن ماشي مش التصويره تاعو راه زعما في المستلقي على السرير يعني والسيروم والدنيا. يعني اخوان اخواتي كان يقول لك راك تكذب عليه وهو نيتو هكذاك باش يطمئن الناس غير ذلك. حسنا، اذا لم يكن هو اذا لم يكن هو مستغل، لنفرض يعني ينشر في فيسبوك فقط، يعني ينشر في فيسبوك ثم منشور يطمئن الناس عليه وكفى. لكن سيد نشر في انستغرام نفس المنشور. تابعوا اخواني، اخواني تابعوا انستغرام، تشوفوا شنو ناصر في انستغرام. تابعوا، ها هو حمدي شجاع يعني ينشر منشور وانه مريض يعني اللي يربح تعاطف المتابعين والمشاهدين. فهمتوا اخواني اخواتي، يربح تعاطفهم. ها هو راك تشوف راني مريض، صورني انا مريض. يا للاسف والله صراحه هنا اتاكد بان الجزائريين مشاهدين واللي راهم مشاهد في حمدي شجع يعني عقولهم ما كاش صراحه، وناس اغبياء الى اقصى الحدود، حاشا اللي ما يستاهلهاش. لكن صراحه والله كما يقول المثل، والله كثر طموحه باش يعيشوا المحتالين والطماعين والحيليين كما يقال. هذه هي، استولينا بأشخاص أغبياء حمقى ليجي يحشيلهم، واسمحوا لي على هذا الكلام ولكن أقولها بكل مرارة. هذا ما عندي، والله يشافيك يا حمدي شجيع ويعافيك. مبروك عليك المشاهدات 20,000 وكذا مشاهدات و9,000 بارتاج. سلام.